الأسباب اللي ممكن نذكر فقط البعض منها. السلام عليكم، أنا الأستاذة اللي اتهمها الزوج ديالها بالخيانة بصور اللي ما نقدر نقول عليها غير أكيد أكيد مغلوطة. علاش هادشي كامل؟ حيتاش صافي حرارة العيشة بيناتنا. المجموعة من الأسباب اللي ممكن نذكر فقط البعض منها، ما نقدرش نذكر كل شيء. علاش؟ لأن أخلاقي ما تسمحليش. إذن بالنسبة لهذا السيد، هذا أول حاجة قال لك عرفني في 2007 في شي تاريخ اللي حددوه هو، اللي ما فهمتش أنا كاع منين جابه. قال لك ملي كنت كنقرا في الباك في 2007، أنا خلقت في 1991، دخلت المدرسة على 7 سنين، يعني في 98. إذن من 98 ل 2007 في 9 سنين، واش ممكن أنا نكون شديت الباك؟ هذه أول حاجة. إذن واش في 2007 أنا كنت كنقرا في الباك؟ هاي أول كذبة. أنا الباك شديته حتى 2010. هذه من جهة. ثانيا، أنا هاد السيد هذا ما دخلت أنا وياه في شي حاجة اللي هي رسمية على أساس أننا غنتزوجوا حتى 2011. عاد عرفتني عليه واحد الصديقة ديالي، قالت لي بأنه باغي يتزوج بيا إلى آخره. عرفته في ديك 2011. في 2012 بالضبط في شهر 3 جا خطبني من دارنا. صافي هي هذيك على اساس انه ناوي الحلال ما علينا. صافي في 2013 قال لي غادي نديرو ضرب الصداق، غادي نتزوجوا، ومن بعد عاد ديك الساعات نديرو العرس. يعني هادشي في 2013. في 2013 فعلا داكشي اللي كان، تزوجنا، درنا ضرب الصداق، درت واحد الحفله انا اللي درتها، يعني مي اللي دارتها لي بالاساس، هي اللي عاونتني فيها. بالنسبة قال لك بأنه من بعد ما تزوجنا مشينا أنا وياه سكننا معاه في دارهم. أنا ما عمري سكنت معاه في دارهم، أنا بقيت في دارنا. علاش؟ لأنني شنو قلنا؟ قلنا مازال عاد غادي نكمل قرايتي، نكمل المسطر، وديك الساعات غادي نديرو العرس ونتزوجو. من بعد أسيدي كملت أنايا قريت المسطر، قريت بلوتو يلاه شي مهم يلاه السمستر الأولى، ما كملتش. علاش؟ لان جاني الكونكور ديال التعليم وفعلا دوزته ونجحت فيه، ومشيت دوزت عام ديال الفورماسيون في كازا. دونك لحد الان مازال ما عمرني ما سكنت معاه. من بعد ملي كملت الفورماسيون ديال كازا في الصيف رجعت للفاس، رجعت لدارنا، بقيت جالسه في دارنا. من بعد ملي جاني التعيين مشيت لغفساي، مشيت كريت بيت باش نعيش فيه. علاش كريت بيت؟ لان الظروف ديالي ما كتسمحش انني نكري شي دار او شي حاجه اكثر من هادشي. علاش؟ لان مازال ما كنتخلصش. انا اللي كريت البيت، ومنين جبت ديك الفلوس من ديك لابورس اللي كنت كناخد في الوقيته ديال الفورماسيون. يعني ملي كنت انا في الفورماسيون كنت كناخد 49000 ريال بالضبط كل شهر. من ديك 49000 ريال منها كنت كنخلص الداخلي ديال الفورماسيون، منها كنت كناكل في الفورماسيون، ومنها كنت كنخبع شويه باش من بعد غادي نديباني راسي. دونك انا كريت بيت. من بعد دوزت يلاه غير واحد 15 يوم قنطت بوحدي تما. قلت لخويا، قلت ليه بيسكو نتايا كتقرا يعني في الاعدادي دابا، جي عندي جلس معايا ونسني وانت كتقرا هنايا. اذا جا عندي خويا في شهر 9، شهر 9 التحق بيا خويا تما، فعلا درت ليه الانتقال، جا سكن معايا في داك البيت، احنا بخير. من بعد العيد الكبير، يعني داز العيد الكبير، انا راني مزوجه دابا، مزوجه، جا العيد الكبير، حيت انا ما عنديش باش نشري الحولي ونعيد مع راجلي، داكشي علاش مشيت نعيد في دارنا، رغم ان راجلي راه معيد في دارهم، ممكن انني نمشي نعيد معاه في دارهم، ولكن قال لك لا، ما يمكن لكش تعيدي معانا. لان حقا الحولي ديالنا صغير والدار صغيره والتكرفيس وما عرفت شنو، غير ديباني راسك، ماشي مشكل، سيري لداركم. فعلا داكشي اللي كان، مشيت عيد في دارنا، جالسه في دارنا هي هذيك. مور العيد انا كنرجع انا وخويا، شنو قال لي هو راجلي اللي هو كريم بن فاضل؟ قال لي انا غادي نجي نعيش معاك. قلت ليه دابا انت كتشوف الظروف، انا ما كنتخلصش، وانت محال واش غادي تجي تلقى خدمه هنايا، انت في فاس اللي يعني معارف الناس وهذا، ونهار خدام ونهار ما خدامش، دونك راه غادي تكون الامور صعيبه علينا. قال لك لا ماشي مشكل، غير خليني نجي. قلت ليه مرحبا. جا عندي كنظن وقيله في شهر 11، شهر 11 جا عندي هي هذيك. بقينا ساكنين في داك البيت. من بعد انا فوقاش غادي يجيني الرابيل ديالي في شهر 12، في الاخر ديال شهر 12 سنة
2014 في شهر 12 يعني في يعني في الوقيته فين تعينت يعني في نفس السنه فاش تعينت يعني تعينت انا فوقاش بديت الخدمه في شهر 9 بديت نتخلص في شهر 12 يعني 3 شهور الفرق هي هذيك ملي دخل ليا انايا الفيرمون للبنكه عاد ديك الساعه انا فكرت انني نبدل الكره بويسكو دابا راني كنتخلص مزيان دونك ممكن انني نحسن المعيشه ديالي فعلا مشيت كريت واحد الدار كريتها انا بفلوسي انا والكونطرا ديال الكرا في سميتي انا والتواصل في سميتي انا هاد السيد هذا اللي كيقول لك كرا لي ودار لي وصنع لي ها هي جميع الوثائق كتثبت بان الدار انا اللي كرياها العقد ديال الكراء ها هو في الاسم ديالي انا ها هو التواصل في الاسم ديالي انا هاد السيد هذا اللي كيقول لك كرا لي ودار لي وصنع لي وترك لي الى اخره ما علينا بقينا مكملين هكذاك هو قدر حاول انه يبريكولي تما واحد شويه وصافي نهار كيخدم نهار ما كيخدمش واحد لقيته صافي جلس في مره قال لك ما بقاش لاقي الخدمه شنو تيدير تيخرج تيمشي للقهوه تيقيل في القهوه انا تنمشي للخدمه تنرجع تيجي تيتغدى عاوتاني تيولي يخرج للقهوه وليت انا خاصني نعطيه فلوس القهوه ديالو خاصني نعطيه فلوس الكارو ديالو يعني وليت انا اللي كنصرف عليه انا الراجل وهو المراه ومع ذلك مسلك هادشي كامل وما باغاش نهائيا انني نحسو ولو بغرام ديال النقص لدرجه انني فاش كنتيري انا الفلوس كنمشي نحطها في واحد البواطه فوق التلفازه باش هو الا احتاج شي حاجه ما يجيش يقول لي اعطيني غير داك الاحراج ديال انني نخليه يجي يقول لي اعطيني ما كنبغيهش انا كنتفاداه هذه من جهه من بعد مهم بقينا مكملين هكذاك واحد شويه لمده 4 شهور وهو جالس 4 شهور وهو جالس من بعد شنو قال لي قال لي غادي نبقى انا غير جالسه هكذايا من الاحسن انني نرجع لفاس ونشوف على الاقل تما الناس كيعرفوني نحاول انني نبريكولي اللهم نخدم نهار ونهار لا ولا نبقى جالس مره قلت لها سيدي الله يسخر الله يسهل الامور فوقاش غادي يمشي ما غاديش يبقى ساكن معايا تقريبا في داك شهر 4 2015 اولا كنظن وقيلا شهر 5 في 2015 شهر 5 هي هذيك صافي هو مشى من بعد انايا كملت الخدمه صافي هي هذيك سالينا الحراسه ديال البكالوريا سالينا التصحيح الى اخره صافي مشيت رجعت انايا لفاس فين رجعت لدارنا من شهر الشهر يعني فوقاش سالينا في الاخر كاع يعني كنساليو حنا في مره في شهر 7 يعني كنساليو من شهرين ما كانش يجي عندك نهائيا لا ما كانش تيكون معايا كاع نهائيا نعم هي هذيك انا مشيت انايا كنرجع لفاس في الصيف يعني الصيف كامل تندوزو فاس في دارنا ما تندوزوش نهائيا ما دايرليش شي حاجه سميتها بيت الزوجيه فين نكون انا وياه ما كايناش واحد مره اقترحت عليه قلت ليه دابا انا قلت ليه مره نتايا فاش كتجي عندي في الويكاند راك على الاقل تتلقى فين تكون راك تجي عندي ولكن انا راه فاش تنهبط لفاس راه ما تلقاش فين نكون راني تنكون في دارنا هو شي مره فشحال عاد فين غادي يجي عندي لدارنا باش نمشي انا معاه لدارهم ما تيبغيش نهائيا تيقول لي عندنا الضيق والدار عامره وما عرفت شنو وما كنلقاوش راحتنا الى اخره ما تيبغيش نهائيا انا كنقول لك راه 4 سنين ديال الزواج راه واقيلا جوج المرات اللي بت معاه في دارهم 4 سنين ديال الزواج كامله جوج المرات اللي بت معاه في دارهم لا غير وهذا الشيء ماشي حيت انا ما كنبغيش حيت هو تيقول لي عندنا الضيق والدار عامره الى اخره ديما كيعطيني يعني اعذار اللي كتجيني انا واهيه ومع ذلك ما كنبغيش ندخل في التفاصيل من بعد هذا الشيء مهم بدات بيناتنا بزاف ديال المسائل اللي يعني بصراحه الله بدات كتعصبني لانني وليت كنحس به صافي رخا المسؤوليه في مره صافي تيقول هاد السيده دايره خدامه راه واكله راه شاربه راه كتكسي راسها راه تديرها من 16 دونك صافي ما بقاش يعرفني حتى بدرهم الزريعه راه ما يجيبهاش ليا شنو قلت ليه انا واحد مره اقترحت عليه قلت ليه كري نتايا هنايا ولو غير بيت على الاقل كريه هنايا في فاس وانت فاش كتجي عندي راك تتلقى فين تكون انا ملي نجي على الاقل نكون انا وياك نكون انا مع راجلي انا بغيت ملي نجي لفاس نكون مع راجلي ما نبقاش انا مجلطه من هنا لهنا قال لي لا ما يمكنليش نكري قال لي انت كتشوفيني انايا مره كنلقى الخدمه مره ما تلقاهاش ما نقدرش نكري بيت وفي الاخر نخلصو الشهر الاول وفي الاخر نوحلو فيك تولي انت تخلصي الكرا هنا ولهيه بهذا لو طاغم هذا قالها لي يعني ها انا الا دار هذه البديره عرفي راسك بان راه انت اللي غتخلصي الكرا حيت هو قال لك ما عندوش باش يخلص الكرا نهار خدام ونهار ما خدامش
صافي المهم هي هذيك ملي شفتو انا ما عوالش يدير هذه المساله هذه صافي ما وليتش حكرت عليه صافي بقينا هكاك بخير صافي. من بعد كنرجع انايا كنرجع للغفسايه في الوقيته ديال الخدمه شي ويكاند ولا شي حاجه كنهبط لهنا. هو مره هو في الاول كان كيطلع عندي مثلا كل ويكاند في الاول فاش كان يلا هبط كان كيطلع عندي الغفسايه كل ويكاند. من بعد ما بقاش كيطلع مره في 15 يوم مره في 3 سيمانات مره في شهر. ملي قلت ليه انا مالك قال لي وراه الترونسبور غالي وما عرفت شنو يعني شنو كيتسنى مني انا نبقى نقول ليه غير اجي وانا نعطيك فلوس الترونسبور هادشي اللي كيتسنى مني انا. انا صافي ما تسوقش لديك الهضره يعني الا كانت انت ما عندكش غرض بيا تجي عندي فما ما عندي ما ندير لك انايا. هي هذيك صافي كملنا هكذاك. من بعد صافي وليت انا فاش كنجي ما بقاش كيجي عندي كاع حتى لدارنا ما كيبغيش يتسوق ما كيتسوق ليش ما كيتلاقانيش تنعيط ليه ما تيبغيش يتلاقاني تما في غفسايه ما تيجيش لعندي. ملي تنقول ليه اش واقع تيقول لك لا والو غير الساعات ولا الى اخره. تقريبا من شهر 10 ديال 2016 من شهر 10 ديال 2016 صافي ما يعني تغيرت العلاقه ديالنا كومبليتوم. علاش؟ لان ديجا انا حصلت عليه الخيانه حصلت عليه انه كيعرف شي وحده سميتها نعمه بنت النرجس هنايا في فاس ولقيت لا كونفرساسيون ديالو هو وياها في الفيسبوك كيهضروا وكيتذاكروا انهم تلاقاو وكيهضروا على الليالي الحمراء بيناتهم. ملي واجهتو انا بهذا الشيء في الاول قال لي لا حقا راه غير كذوب الى اخره وحقا. من بعد ملي قلت ليه انا راني لقيت النمره ديالها لان في ديك لا كونفرساسيون لقيت النمره ديالها وعيطت لها وفعلا صرحتني بالحقيقه قالت لي بانه هو كان كيقول لها بان راه مدابز هو ومراته ومفارق هو ومراته وراه اكيد راه غير مساله وقت راه غادي يتفارقوا راه غادي يتطلقوا الى اخره. قالت لي انا راه فاش كان كيعاود لي عليك راه كان كيبينك وحش ماشي انسانه. قالت لي ولكن ملي هضرت معاك انا عاد عرفت فين كاين الغلط. هي هذيك صافي ملي واجهتو انا بديك المسائل هكذاك قال لي حقا راني غير درتها خطار انا وشي واحد كنا مخاطرين انا وياه شكون اللي غادي يطيحها في الشبكه الى اخره. دابا واش الشخص ديال 30 سنه راه ولد 87 دابا شخص ديال 30 سنه مزوج عنده مسؤوليه عاد مازال كيفكر هاد الافكار ديال المراهقه ديال حقا حنا مخاطرين على شي وحده نشوفوا شكون اللي غيطيحها في الشبكه. المهم تغنينا في ديك الوقيته صافي. من بعد صافي بقات كترغبني مو قالت لي صافي غير هذا جمعي زعما الغلط كيوقع ماشي مشكل وجمعي شملاك الى اخره صافي سلكناها صافي. ولكن من تما بحال الا صافي هو راه عنده وحده اخرى في حياته صافي. ملي اقتنع هو بان هاد الانسانه هادي راه حصلت عليه الخيانه ودوزتها له دونك صافي راه ممكن اي حاجه تدوزها صافي. تماك ولا عطاها لاله ومالي وتقرقي بالسطالي بهاد لو تاغ معاها صافي. من بعد صافي بقات بيناتنا مشاكل الى اخره ولا شنو كيدير شنو موقع غير رجع لي انا اللومه اللي وقعت غير رجع لي انا اللومه لدرجه انه شنو وقع ليه مرض ما عرفتش الطحال ديالو قال لك يضرو. ملي مشى للطبيب شنو قال ليه الطبيب قال ليه واش كتكمي قال ليه اه قال ليه واش كتشرب قال ليه اه قال ليه هو راه خصك تقطع الكارو وخصك تقطع الشراب وما خصكش تبقى تاكل الماكله ديال الزنقه. هو ما غاديش يشوف ديك خصك تقطع الكارو وخصك تقطع الشراب هو غادي يشوف غير ما خصكش تاكل الماكله ديال الزنقه. اشنو غادي يدير غيعيط لي ويبقى يعايرني وانا مرضت وانا بسببك انت وانا ما لاقيش مرا اللي تكون في جنبي وتطيب لي وتوجد لي وما عرفت اشنو هادشي كامل حيت هو مرض دونك انا راني السبب. علاش؟ لانني انا ما كايناش حدا نورمالمون خصني نسمح في خدمتي ونمشي لعندو باش نجلس معاه ونطيب ليه ونوجد ليه. اما هو داك الكار وداك الشراب كاع ما خدا بعين الاعتبار نهائيا صافي. المهم هي هذيك صافي وقع وتزادوا بيناتنا المشاكل بزاف حتى شهر 3 بالضبط في 8 شهر 3 8 في شهر 3 تيقول لك هو كان معايا ما كانش معايا نهائيا. في 8 في شهر 3 كانت عندنا واحد الحفله في الثانويه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكنت انا تماك في الثانوية والحفلة تعطلات راه بقات حتى لشي تقريبا راه حتى لشي 12 الصرف وحنايا تما. شنو دار عيط ليا كيعيط ليا في التليفون تنجاوبو مع الصداع ولا لا حيت كاين مسرحيات كاين موسيقى كاين هذا يعني الصون وهذاك الشيء ما كيتسمعش الصوت مزيان. المهم انا فاش خرجت كنهضر معاه كنقول ليه تنوصل للدار ونعيط ليك انا راه ما رانيش في الدار دابا راني في الثانوية الى اخره.
حتى ملي تسنيت حتى مشيت للدار عاد عيطت ليه وقلت لي راني كنت في الثانويه وما عرفتش شنو بقى تيعايرني واش هاد الوقيته هذه انت عاد فاش داخله وما عرفتش شنو وانت عاطيها غير للسيبه وانت دايره وانت صانعه وانت تاركه. جيت قلت لي انا راني كنت في الثانويه وراها شنو كاين شنو كاين ولا ما تيقتاش ها انت سير سول شنو كان نهار 8 مارس شنو كان في الثانويه في القسم الداخلي بالاساس. هي هذيك صافي تما بقينا كنتغنوا قلت لي صافي الا كانت عندك ذره شك فيا فمن الاحسن انك تيقن صافي وكل واحد يشد طريقه الا كنتي كتشك فيا انا فصافي كل واحد يشد طريقه من الاحسن صافي تماك فين وقع بيناتنا غنان ديال بصح صافي. من بعد بقى كيصوني عليا ما بقيتش كنجاوبو صافي انا قلت ليه صافي انت ما صالحليش وانا ما صالحالكش كل واحد يشد طريقه دونك الا كنتي غادي تبقى كل مره تهمني بشي حاجه اللي انا ما فياش فما فرا اي وحده ما غاديش تقبلها ملي غيبقى راجلها يجرح فيها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وبجميع الطرق. واحد مره جات يقولها ليا زعما بوجهه احمر شنو قال ليا قال لي راه خالي قال ليا انت مخلي مراتك تما في الجبل والربع الاف دايره شنو معنيتها زعما مخلي مراتك بوحدها في الجبل والربع الاف دايره يعني راني ما كان غير الله يعطيك صحيحتك. وجيت يقولها لي قلت ليه وشنو قلتي له قال لي ما قلت له والو. دابا اي راجل واحد غادي يجي يقول ليه مراتك تدير وتتصنع زعما ما غاديش تحرك النفس ديالو نهائيا ما غدافعش عليا كاع نهائيا حتى بكلمه. هو على الاقل ملي ما درتيش مزيه ما تجيش تقولها لي خليها عندك يعني هو ديجا عنده هاد الفكره هاد من نهار عرفتو. من بعد صافي المهم هي هذيك صافي صافي تما قطعنا في مره فعلا دفعت دعوه ديال تطليق الشقاق في شهر 3 كانت عندنا اول جلسه نهار 26 في شهر 4 دونك هي الدعوه ديال الحضور للجلسه ها هي بتاريخ 26 في شهر 4 ها هي التاريخ هذا 26 في شهر 4 هذا النهار هذا انا كنت نهار 3 في العشيه مع جويه ديك 4:30 شديت طريق الفاس جيت الفاس على اساس ان نهار الاربع يعني نهار 26 في شهر 4 غادي نحضر الجلسه. مشيت غادي نحضر الجلسه كنتفاجئ بان السيد دافع شهاده طبيه باش ما يحضرش ما حضرش تاجلت الجلسه حتى 17 في شهر 5. رجعت انا ديك العشيه لغفساي ملي كنرجع كنلقى الباب ديال الدار مفروعه والدار ديالي مسروقه وراني خديت بعض الصور يعني بقى كيهرس واللي قدر يعني الحاجه اللي عندها فالور خداها والحاجه اللي ما قدرش يهزها بقى كيهرسها. اذا انت تشوف الصالون هنايا خواليا الداليا الطلامط المخاده وما فين لايحهم كيف خواهم خلاهم هنايا في الوسط هنايا الريدويات هما فين مهرسين هو وخوه طلعوا للدار ديالي وشفروها وفرعوا الباب. هاي دي الباب فين فرعها هاي فرعها بواحد الوسيلة اللي انا ما عمرها كانت عندي في الدار ها هي دي ما عرفتش كاع شنو كيسميوها قالك تيخدموها البناية هاي باش فرع الباب الماكينة الصابون هاي دي ملي ما قدرش يهزها هو هرسها بيت النعاس ها هو ده هرسو شتت لي الحوايج ديالي الدالية الذهب ديالي اللي كان عندي هنايا كان عندي هنايا في واحد البواطه في هذا الجنب هذا هنا كنت كتشوف الحوايج كيفاش مشتتين كلشي. هذا الشيء وقع نهار 26 في شهر 4 فعلا مشيت درت شكايه عند الدرك الملكي بغسال جاو وعاينوا ديك السرقه وخداو صور وداروا المحضر ديالهم يعني نهار 26 عيطوا له استدعاوه باش يجي باش يستمعوا ليه ما جاش ما تسوقش تدفع للدوسيي المحكمة بالأساس التاريخ نشوف التاريخ بالضبط تدفع أو لا ترسل تحت عدد 26-23 على جوج بتاريخ 4 في شهر 5-2017 فاش تدفع للمحكمة الابتدائية ديال تاونات. من بعد صافي كملنا هكذاك من بعد حتى النهار 17 في شهر 5 كانت عندنا الجلسة الثانية مشيت حضرت
بعد اول ما دخلت المحكمه كيطلقاني بعدا قبل ما ندخلوا لعند القاضيه قال لي تراجع على الطلاق. قلت ليه انا الطلاق هو اللي ما تراجعش عليه. قلت ليه واش من بعد هادشي كامل اللي درتي؟ قلت ليه نورمالمون الجلسه ديال الصلح اللي نورمالمون انت غتحاول انك تصالح معايا وتراضى معايا ونتراجعوا زعما ونصفيو الخواطر ونرجعوا مع بعضنا، انت شوف شنو مشيتي كدير، مشيتي فرعتي لي الباب وسرقتيني والى اخره، ودابا عاد جاي كتقول لي تراجع على الطلاق. قلت ليه الطلاق راه ما نتراجعش عليه. قال لي وراك غتندمي، وها فين قلتها لك. دخلنا عند القاضيه، داز المهم الجلسه هي هذيك. ملي عرف هو بانني انا راني مصره على الطلاق، حيت سولتني القاضيه قالت لي واش مصره على الطلاق، قلت لها مصره على الطلاق. هو ملي تاكد مليون في المئه بانني باغا الطلاق وما غاديش نرجع معاه، اشنو دار؟ انفو خرجنا شنو قال لي؟ قال لي قسما بالله تنشوهك ودابا تشوفي. قلت ليه الا باغي تشوه شوه، الا عندك باش تشوهني شوهني. قال لي راه الباس ديالك عندي والتصاور ديالك راه حتى هما عندي وانت غادي تشوفي. ما تسوقش انا عندك المساله، ما تهولتش. من بعد غادي يعيط ليا وغايقول لي شتي، قال لي شتي التصاور ديالك راهم كاملين غادي تلقاهم في غفساي. وهضر معايا في الفيسبوك من الكونت ديالو كريم لويس، وتايقول لي ها الكونفرساسيون ها. دابا واش هاد الشخص هذا اللي حصل على مراته انها كتخونه غادي يلقى الوقت فاش غادي يقول ليها؟ واش ممكن اننا اشنو، واش كاين شي حل ولا والو؟ راه نقدروا نتراجع نترونجاو، اشنو بان ليك؟ ها هي التتمه ديال الكونفرساسيون. صوني عليا باش نتفاهموا. انا قلت ليه هنايا علاش غنترونجاو؟ قال لي وي عندك الحق، ما عندنا علاش نترونجاو، غير ديري في بالك باللي غفساي كامله غادي تشوف تصاورك. هاد السيد هذا اللي مسكين مقهور حيت مراته خانته، هادوك التصاور انا يعني اش غنقول لك، الخطا الوحيد هو انني تقت فراجلي، راجلي اللي هو حلالي وتصورت معاه، انا تصورت مع راجلي. هو شنو بغى يدير في الاول؟ شنو بقى كيدير؟ بقى كيفرق تصاوري انا بوحدي، كيفرقهم على عباد الله. من بعد ولا كيفرق تصاوري انا وياه على العائله وعلى الناس اللي كنعرف. من بعد شنو ولا دار؟ ولا كيغير داك الشخصيه، داك كيغير شخصيته هو بشخصيه ناس اخرين او لا شخص اخر اللي انا ما عمري عرفته، وتيقول ليهم، تيعطيهم مجموعه من الاسماء، تيقول لهم هذاك حقا راه استاذ خدام معاها ديال السيونس، هذاك راه رئيس النقابه ديال النقابه اللي كتنتمي ليها. علاش هادشي كامل؟ هو منين جاب هاد المعطيات هادي كامله؟ حيت انا فاش كنكون كنتذاكر معاه بحال راجل ومرته، تنقول ليه راه عيط لي استاذ ديال السيونس اللي خدام معايا. علاش؟ لانني انا استاذه ديال الفيزياء، راه عيط لي باش يقول لي واش غادي نديرو تفويج ولا ما نديروش، لان عندنا العدد قليل ديال التلامذ، يعني ما كيحتمش علينا اننا نديرو تفويج. فوقاش كنديرو تفويج؟ غير الا كان عندنا الفرض ولا الا كانت عندنا شي اكسبيريونس يعني اللي هي ضروريه. فهاد الحاله هادي صافي هو شد بان راه كان شي شخص اللي هو استاذ ديال السيونس. من بعد عاوتاني واحد مره كان معايا تما في واحد الويكاند من قبل، كان عيط لي واحد الاستاذ اللي هو الرئيس ديال المجلس المكتب النقابي المحلي في غفساي، قال لي بان عندنا واحد الاجتماع وفعلا مشيت. دابا هو صافي شد بان راه كاين واحد الاستاذ رئيس النقابه تما، صافي بقى كياخذ هاد المجموعه هاد المعطيات هادي وبلورها في واحد الشخصيه اللي هي استاذ سيونس مع رئيس ديال النقابه مع واحد الشخص اللي عمري انا في حياتي ما شفته. وبالتالي قال لك انا راني خنتو معاه، وتيفرق تصاور اللي هي مزوره 100% وفوتوشوب ومفبركه، والناس اللي كيعرفوا الفوتوشوب ديال بصح راهم قلعوهم في البلاصه، في البلاصه بان فين كاين الخلل. والبوليس براسهم شافوا دوك التصاور، لو كان عندهم ولو غير ذره شك ان دوك التصاور حقيقيين فما كانوش غادي يسمحوا لي انني نمشي، فبالعكس غادي نتعاقب على واحد الغلط اللي نورمالمون تيقول هو انني انا درته. دونك بالنسبه لهادشي كامل انا شنو تنقول؟ بان المساله راها ما بين يدي القضاء، وما كنظنش بان القضاء غادي يغلط في شي مساله بحال هادي. هذه اول حاجه. ثانيا انا بغيت غير نقول لكاع الناس اللي كل واحد خدا الموقف ديالو فقط حيت سمع واحد الهضره من واحد الطرف، تيقول لك يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل واحد وصلاتو شي هضره راه كيخصو ضروري يتاكد منها، ما ياخذش الاحكام الجاهزه. هذه من جهه. وشتي الباطل اللي تحط عليا انا راه ممكن يتحط على اي وحده، راه ممكن تحط على اختك ولا على امك ولا على مرتك ولا على اي وحده من عائلتك وما غتبغيهاش ليها.
داك الشيء علاش كل واحد خصو يقول الله اعلم وان بعض الظن يتم. نعم شكرا جزيلا شكرا.